مرحبا بملايين مشاهدينا وبكل من يتابع تلفزيون الفجيرة وتحديدا برنامج فوالة الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك مع ضيوفه المتجددين في هذا البرنامج ومواضيع جميلة نتناولها نحن معاكم ومع ركن التراث. وطبعا أحب أمسي على زميلتي مروة اليوم في إجازة، نقول لها الله يعطيك العافية يا رب وتشوفك باكر إن شاء الله مع ابتسامتك الجميلة. وخلوني كذلك أمسي على ركن التراث مع زميلتي مروة، زميلتي عواطف وخالتي مروة. بعد مروة في بالي، يسعد لي مساج حبيبتي. ربي يسعد مساج ومكانها خالي مروة، وأكيد اشتقنا لها إن شاء الله نشوفها باتشر. يسعد مساج. واليوم سهام بنتكلم عن الأمثال الشعبية. معروف عن الأمثال الشعبية أنها حكمة الشعوب ومرآة الأمة، كل شعب عندهم أمثلة معينة خاصة فيهم تعبر عن مشاكلهم ويتناقلونها من الخلف إلى السلف جيل بعد جيل. تعبر عن كفاح أجيال كثيرة كانت قبلنا، تعبر عن كفاح الأوليين عبر السنين. اليوم راح نتكلم عن بعض الأمثلة الإماراتية، لأنه صعب أن نتكلم عنها كلها أكيد. عن بعض الأمثلة الإماراتية، عن قصصها، عن سبب هذه، ليش يقولون هذا المثل، والأماكن اللي تنحط فيها الأمثلة. نشوف مرات أشخاص يقول لك المثل بس يكون في مكانه مش صحيح. فنحاول اليوم شوي نتكلم عن الأمثلة الشعبية الإماراتية. الله يعطيك العافية. وخالاتي شو أخبارهم؟ خالة مريم ويانا قاعدة تسوي شيء. خالة أم عبيد وخالة أم خميس وأكيد خالتي أم محمد. بعد شوي بعد بيقول لنا شو قاعد يسوون. نعم. ما عندها شيء خالة قبل ما نروح لضيوفنا؟ نعم سوا. شيء قصيد نبدا فيه؟ هالقصيد يوميا انا وسهام مستمعين عليه. ما يحلق اصلا، ما تحلق سوالتنا الا بقصيده وسوالف، وبعدين رحب بضيوفنا. انا ما عندي قصيده بس يعني ها شويه. يلا يلا رالي شوي نحن. اليوم قلت لي انا معلمين امي هذه القصيده شو تقول؟ قال لي انا ما اعرف، ماشي مريحانه الحين عشان انا نسيت. قلت لي زين برايش ما انا حافظه بيتين، بس ما اعرفه صح ولا ما صح. نعم. قلت لي زين يقول يعني الشاعر وشاعرة ما أعرف، يقول هل شهر العيد والفاني واصبح قليبين بالشلة حليلة لابس مبثة وسلطاني الله. شربتي وقايت انهلة وسلمتي. ما شاء الله عليك. صح لسانت. صح أنا دوم أنا أقول هالشاعر دوم يتوصف بي. بس ما شفته للحين. حبيبتي الله يحفظك، وكياراتك فعلا جميله. يعني الله يعطيك العافيه والله يعطيهم العافيه. خالاتي اللي دوم ما شاء الله يبدعون باشيائهم، سواء الأشياء التراثية أو أشغالهم التراثية. أو الأكلات. طبعا أنا اليوم بأخذ دور مروة وبقول خالتي جهزينا جهزي فوالتنا. وخلونا نرحب مشاهدينا بضيوفنا. ضيفنا الأول مشاهدينا، اشتهر الفنان العماني في كثير من الأعمال الدرامية والخليجية، وله بصمة كبيرة واضحة في مختلف الأعمال الدرامية والخليجية، حيث أصبحت الدراما العمانية منافسة بين الدرامات الخليجية. رحبوا معنا بالفنان العماني أحمد إبراهيم البلوشي. وسائل الإعلام الحديثة أداة سريعة للتواصل بين الأفراد أو الجماعات، وخصوصا برامج الدردشة أو الاتصالات الفردية أو الرسائل القصيرة، لكل منها طريقته وأسلوبه في التواصل أو إيصال المعلومة أيا كان مضمونها. اسمحوا لنا بأن نرحب بالأستاذ عبد الرحمن السعدي، ممثل ومتحدث جماهيري. خلونا نرحب بضيوفنا مشاهدينا. حياكم الله. تفضل. حياكم الله. أنا قمت أسرط الكلام قبل شكل، لا لازم تجهزون لنا فوالة بسرعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلم. هذا أول. تفضل. أول هاي نرحبك إحنا. هذا أول تحقيق جبت العيد فيه. يمكن فيها شيء بعد، يمكن الأوليين يقول يوم يتعثرون عند طرف الباب أو الشيء، فيها شيء؟ والله يمكن. يعني كأنه سامعين فيها. من نسأل خالتي مريم بعدين، عندهم العلوم هناك. إيه العلوم عند الكبار أكثر عننا. إيه ركن التراث. الله يحفظكم. سؤال المعتاد اللي دائما نسأل فيه ضيوفنا، أجواء رمضان معاكم والاختلافات بين سلطنة عمان ودولة الإمارات. عندك عبد الرحمن. معك أحمد. العلوم عندك. ها. مرة أكبر. يلا والله الأجواء في رمضان أنا أقول لك جدا جميلة وسريعة وايد، تمر علينا بسرعة. يعني مثل نحن في رمضان أنا وعبد الرحمن والسيد الشرقي وسالم الغيثي دائما نصور اكثر شغلنا في رمضان في الاعلانات. نعم. فنشتغل وما نحس في الوقت الا خلاص وصل العيد. نعم. حتى مرات ما نفصل لنا حق العيد، يعني ننسي خلاص من سرعه رمضان. نعم. اما بالنسبه عن الامارات وعمان نفس الشيء، ماشي فرق، يعني الاجواء اللي هنا نفس اللي عندنا نحن، وتكثر فيه الفعاليات ويكثرون في الدوري حق كرة قدم. نعم. وكرة طائرة في رمضان، بس بعد رمضان هذا كله يمحي ماشي. سبحان الله. أكل ورياضة بس. زين. أكل ورياضة هي زين. عبد الرحمن يا ريت رياضة. أه. للأسف إحنا ما نسوي رياضة. ليش؟
ليش بس؟ انا عن نفسي اسوي هو تعودنا دائما احنا ما نسوي رياضه. ليش؟ بس لان نعرفها بعد مفيده للصحه بس لكن ما نسوي. وايد اشياء فيه يعني نقول فيها صحه ولكن ما نسوي. سبحان الله. يعني ممكن نتكلم عنها ونقول ندعي المثاليه لكن أيوة. ما نطبقها. لكن ما نطبقها. افا. طيب طبعا من يومين كان في عمان اتوقع عندكم حق الليله قرنقشور. ايوه احنا نتكلم عنها تختلف الاسامي المسميات قرقعان وحق الليله طقطق وحق الليله قرقعو كل يعني حسب المنطقه واختلافات. لا في عمان لها اسمين. نعم بس الاسامي تختلف من دوله لدوله. ايوه خلينا نتكلم عن هالاجواء. قرنقشور؟ اي قرنقشور قرنقشور طوق طوق عندنا اكيد لها قصيده تقولون فيها بعد او شيء كذي حق طوق طوق حلوة طوق ولا شيء أيوة. من داخل حبه حبتين ما داخل يا عندك خلاص انت لان امس هو كان يقدم فعاليه قرنقشور. اها اوكي يلا يا الاطفال اللي اولاد شناس غلبوه يعني وقفوا على المسرح وهو العاده اذا يقدم والاطفال عنده ينازعهم اما يوصل اسحاب عندي نظام يعني مثل ما تقول نظام خلاص يعني عندنا خط خلاص ما تتقدم فأمس ما شاء الله من أول أمس والله لما كانوا جمهور وايدين والكراسي تقريبا يمكن 500 ما كفن وين بيحطوهن قالوا يحطوا النساء على الكراسي والأطفال يقدموهم إنزين فمشينا إن شاء الله بس نحن بنسمع عنده خلاص أنا شوف أنا اللي أكبر عنك بيوم عقل عنكم سنة يلا احنا هذا شوفي متورط وترى فنايينكم جاهزة قهوتكم جاهزة مرة حساب يعني تقندون تقندون الراس و خلي عد الراس وعدل الحنجرة عشان صوته هو ما شاء الله جميل يعني نعم ودي اصدق لكن يلا يلا خلينا نتكلم مع احمد يلا هي مثل ما يقول طوق طوق حلوة اعطونا شيء من داخل اعطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم اذا اعطوهم خلاص يروحوا اذا ما اعطوهم يقول عندال بيتكم صينية عندال بيتكم صينية وراعية البيت ينية طبعا هاي معناها شوية معناها ما طيب فالحمد لله هالعادة ان شاء الله هالعادة خلاص الاطفال خذوها لا ان شاء الله هاي خاصة هاي الكلمة عندال بيتكم ينية راعيت البيت راعيت البيت إن ما عطتهم حلاوة مثلا ولا شيء لكن لا ما شاء الله الحين غير عن حتى قبل والحين في التقديم يعني ما شاء الله الأهالي يجهزوا اللي هو البطاطس ومين الدياي والعصاير والحلويات وأشياء كثيرة يقدمون للأطفال والأطفال من بعد المرة من بعد الفطور الأطفال يدوروا نعم كذي نعم الله يعطيك العافية. آمين. عبد الرحمن نبي نتكلم عن ظهورك في السوشيال ميديا بداياتك. بداياتي كانت أكثر من 4 سنوات كنت يعني مثل ما تقول نفس الناشط الاجتماعي أتكلم نعم. في مواضيع فالحمد لله بديت أغير شفت تقبل من الناس نعم. فأنا ظهوري كان تقريبا قبل 3 سنوات في التقديم الجماهيري اللي هو في المسارح في المهرجانات نعم. في الحدائق في المولات وقبل سنة خلال يعني تقريبا أقل من سنة بديت التقديم اللي هو مقابلات الناس فخذ الطابع كبير في المقابلات الرسائل اللي دخلت فيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني شو الأشياء اللي حبيت تناقشها مع الجمهور هي لا شوف عندني أنا الأسئلة الهادفة الكوميدية الهادفة نعم يعني في أسئلة فيها أنا الغاز يعني مثلا نقول لك كم نسبة الماء في العظام في مثلا اللغز أوقات هيك أسئلة غريبة عندي أسئلة غريبة يعني ما أحاول ما أقلد الناس حلو يعني خاصة في الأسئلة يعني إذا سويت سؤال لازم أدش النت أشوف حد مسوينا قبلي ولا لا إذا حد مسوينا أغير سؤال أو نعم. أغير مثلا طريقة السؤال في شيء ثاني والسؤال اللي سوى ضجة في أسئلة كثيرة سوى ضجة سؤال سوى ضجة عندنا كثير سؤال يعني في أسئلة ما إلا سؤال يعني إذا في بنت إذا مثلا أقول له إذا جاتك بنت خطبتك وش بتسوى نعم يعني جاوب أحمد إذا بنت خطبتني وش بسوي؟ عاد بتزوج والأهل يتابعون لا تورط والأهل يتابعون يعني جميل حتى الناس اللي كان يقدم معهم لقاءات الردود كانت كوميدية وحلوة يعني الواحد يقول أنا بنتي تخطبني والله العظيم بتشرط عليها مثل ما تشرط أي شفت يطلعون حرة يعني هم يطلعون حرة وإذا الزواج تجدد طبعا هذا أول سؤال سويته نعم طلعت تقريبا أذكر في سؤال في الكويت نفس السؤال بس أنا في فرق بين انا وياه طريقه التقديم لا سؤال فرق بين يعني انا قال اذا بتجدد زواجك انا نفس الحرمه بس انت بتجدد ولا لا شوف انا قلت اذا الزواج تجدد هل بتجدد يعني بتجدد عندها ولا لا هل بتجدد عليها ولا لا كل حد يقول لك هي حد يقول لك لا حد قال لك يبقى لها شنب
ففي اسئله ايش رايك تسوي مع المشاهدين؟ غياب العيد للسوبر بس حبيت هاي الشنب يعني. خلينا نتابع معاكم. السلام عليكم. طبعا عندنا سؤال حلقه اليوم، اذا الزواج يتجدد هل بتجدد على زوجتك؟ 200 200 بتجدد 200 200 ما تخاف. ما اخاف 200 200 انزل الفيديو راح يوصل لهم ترى يوصل لك سبلولر مشكله. ولا ما لقيت غير هالسؤال. هو الشمعي عدالي. الشمعي انا بسالك سؤال، هل بتجدد؟ والله وش اقول لك يعني في التجديد، ولكن هو كزواج هو ممتاز وزين، لكن احنا الحمد لله مكتفين، وهذا يبقى عدل، احنا نخاف ان ما نعدل. الله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. نعم تجدد زواج؟ والله هذا كلام كبير، الزواج زينة الحياة، فليش لا يعني ناوي؟ لا والله يبقى له شنب. صدق ها؟ على فكرة هذا الأخيري أنا الحين اللي أسألكم هالسؤال، بتجددون؟ أنا شوفي عشان ما تواجهي هو متزوج أثنينكم أنت جمع أنا مزوج. بعد ما متزوج إنزين يلا أحمد بتجدد؟ لا أنا ما أجدد يبقى له شنب. يعني هالأسئلة اللي تفاجئ بها الجمهور فعلا يعني هي كوميدية بنفس اللحظة ويورطهم بعد ويورطهم يعني أنت هذاك ريال ويا نسيبة قلت لي صح؟ أيوة أيوة. يمكن بتناسمين بعد كل واحد ماخذ خذ ثاني فما قدر يرد عليك بس هم في خاطرهم نذالة لازم بعد التصوير سبحان فعلاً. الله النذالة تمشي في دمكم. ما أكلهم ما أكلهم أنا ما معاش في هالفكرة ما أكلهم حد من تحت لتحت. أنت تدور إحنا قبل لا نوصل أنت تصور إنستغرام وتقول أبغي أربعة انك ما متزوج، لو متزوج ما بيهم يقول هالكلام. يلا بنشوفه بيوم بيعرس بنرد عليه. تمشي في دمه تمشي في دمه مثل ما قلت هو هذا تمشي في دمه سبحان الله. احمد خلينا نتكلم عن مشوارك الفني، بداياتك في هذا المشوار. نعم مشوارك الفني. مشوار الفني اعلي صوت اكثر. ها لا 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 سمعتك انت قلتي مشواري في المجال الفني. ايه؟ طبعا بداياتي نعم. بداياتي كانت في المدرسه مع استاذي استاذ جميل جمال، هذا مصري. هذا جميل جمال اتذكر في مسلسل كويتي. هذا استاذ مصري كان يدرس موسيقى. ايه؟ ومختص في الاذاعه وما اذاعه، فكنت انا مثل ما تقولي معاه هو. فطلعت في الاذاعه اول شيء اقول حكمه اليوم، ودائما اقول حكمه اليوم يعطوني اسماء. احلى شيء كنت احبه اسماء الطلاب اللي ما حالقين شعرهم واللي عليهم شكاوي. ايه؟ انا اناديهم حتى كرهوني شيء منهم يخافوا مني. فبعدين بديت في المسرح على طول من بعد الاذاعه، مسرح مع استاذ جميل جمال. نعم. هذا في الابتدائيه. في الثانويه وصلت الى مثل كان في مسابقات على مستوى عندنا في السلطنه، والحمد لله حصلت على افضل ممثل يعني في المسرح. نعم. وبعدين واصلت مشواري المسرحي، بديت احب المسرح الكوميدي اللي عند يعني ايام مناسبات العيد، وظهرت فيه الحمد لله بشكل طيب. في شيء موقف أثر في حياتك أكثر وخلاك فعلاً تعشق الدراما أو تعشق أنك تدخل في هذا العالم؟ الجمهور. والله الجمهور كل ما أصير مكان مبدع ما شاء الله عليك وكوميديا ثناء يعني هي والثناء الكلام اللي حصلته من الجمهور هو اللي شجعني. في أشياء يعني مثل الواحد ما يطرق عليها وما يسمع منها إن من شيء من الناس مثل ما يقول يكرهوا منتقدين يعني شيء للأسف بعضهم ما مثقفين صحيح. فنحن ما نزعل على كلامهم ناخذ كلام الناس تترفع عنه. أيوة أكيد. السوشيال ميديا وتأثيرها في المجتمعات. والله شوف حد السوشيال ميديا أصلاً فيه سلبيات فيه إيجابيات. صحيح. أنا أشوف السلبيات طالعة أكثر من الإيجابيات للأسف يعني استخدام الناس يعني استخدموه بشكل خاطئ. ترويج الإشاعات وغيرها. خاصة الإشاعات. نعم. مثلاً قبل فترة طلع لنا واحد يتكلم عن فشل كلوي يقول. نعم. لك 1800 في شو اسمه 1800 في شهر رمضان مصاب بفشل كلوي بسبب انهم ياخذوا لبن وفي متوتان خوف يعني الناس. ايوه هذه من وين جاب المعلومه الله اعلم يعني احنا دشينا شفنا يعني. نعم. اوكي احنا ما مثقفين في هالشيء دخلنا سالنا دكتور وجاوب. نعم. ورد علينا ماشي منه يعني الدكتور خالد العمراني. الدكتور خالد العمراني نعم رد عليه وقال ماشي منه يعني يعني. نعم. هل يعني شفت كيف السلبيه في وش في الاشاعه يعني تكلم شيء خوف يعني مثلا نقول بلاد كامل. نعم. بسبب مقطع. نعم. والايجابيه الايجابيه طبعا شوفي الاعلام كالعاده يعني السوشيال ميديا في الايجابيات هي مثلا الرساله الهادفه مثلا احنا سوينا افلام فيلم. نعم. مثلا سوينا يد بيد يتكلم عن الابتزاز الالكتروني خلاص هذا احنا
ان ننبه الناس عن هذا الشيء اللي يصير يعني الابتزاز الالكتروني. مثلا سوينا عن المرور، اذكر ان سوينا فيلم المرور هنا في خرفه كان مع صاحبي عبد الوهاب الحوزني، سوينا مقطع يعني الحمد لله. هذا الاعلام اللي كل السوشيال ميديا فيه شيء هادف فيه سلبي، فاحنا مثل ما تقول قد ما نقدر ناخذ الهادف والكوميديا. احمد، تاثير السوشيال ميديا مثل ما قال ما طبعا كل واحد فيكم عنده صفحته الخاصه انستغرام او سناب او غيره. اكيد اكيد. طيب خلينا نتكلم. انا عن نفسي احب اوصل رساله هادفه وكوميديه في نفس الوقت، لان اليوم المجتمع يحب الكوميديا. صح. ايوه. وثاني حاجه مثل ما قال السلبيات، ان نوصل كلام او نوصل اشياء نحن ما مختصين فيها. مثلا عن وزاره الصحه، نعم، هم روحهم مختصين برسالة رسالتهم وتحذير المواطن عن اشياء الاشياء الخطيره، مثلا في شهر رمضان مبارك انه يستخدم الماء اكثر او ان الحاجات هاي، هم بطريقتهم ما هي انا اتكلم عنهم وما عندي معلومه. مثلا انا ما مختص عن وزاره الصحه، مختص في نفسي. مثلا او يجيني شخص يقول لي ابغيك تتكلم اليوم عن موضوع كذا كذا، ما اعطاني معلومات. صح. اي اتكلم انا عشاني ابى رؤوس اقلام، ايوه، ابى اشتهر في المقطع هذا واخر شيء اسبب انا مشكله. يعني اخر مقطع اللي يتكلم عنه ان 1800 عدد ما بسيط فشل كلوي، دكتور في الكويت رد على المقطع هذا. يعني تشوفي المقطع طلع من عمان وصل الكويت، رد الدكتور خالد العمراني ان نسبه الماي في الفيمتو واللبن 95%، فهذا يعني الكلى تاخذ منه من يسمونه من الفيمتو ومن اللبن. نعم. هاي روحها سلبيه كبيره. اذا نحن على الايجابيه، مثل ما قلت السلبيه اكثر عن الايجابيه، فنحن كيف نوصل الرساله الايجابيه؟ مثل ابتزاز الكتروني اللي هي الشغالات، تينا رسائل قبل رمضان ان يبوا شغالات حق شهر رمضان بس، ما يروحوا من المكاتب يبوها، ما يعرفوا مصدرها من وين. صح. اي من اللي جايبنها. والناس دائما ياخذوا الشيء السريع والشيء الرخيص. نعم. هذا الرخيص والسريع يسبب لهم مشاكل كثيره. فهي تي رساله، انا اخذ رساله ونسويها فيلم قصير. نعم. نوصلها للناس بس اشياء نحن نعرفها يعني. خلاص هذا دوركم. ايوه دورنا دوركم. يعني بما انكم قلتوا ان السلبيات والسلبيات طغت على الايجابيات، اذا هيوة. دور اي شخص يستخدم هذه الوسيله ان يكون فعلا دور ايجابي فعال، هو يختص في نفسه يعني يختص. نعم. في المجال اللي هو فيه. مثلا ما يصير يكون طيار، دكتور، مهندس وهذا ويتكلم عن الفئات دي كلها، يختص في شيء واحد. نعم. او نحط طلب منه، مثلا نحن فريق كامل، انا. نعم. يتكون من مصور سيد الشرقي وعبد الرحمن والفنان سالم الغيثي، نحن ناخذ اشياء حقيقيه ومصايره في البلد ونرسلها. جميل. على طول، بس نجيب معلومات دقيقه، نصير نسال وكذا عن نغلط في حاجه ولا شيء. صحيح. كذا نتحمل المسؤوليه. صح. ايوه، ترى في النهايه الفيديو لما يطلع يرد علينا نحن. اكيد. عبد الرحمن، الفئه اللي تستهدفها دائما من خلال حضورك للمسرحيه للمسرح يعني تقديمك او خلال السوشيال ميديا، من الفئه المستهدفه ولا المستهدفه؟ اكيد يعني احنا نستهدف الشباب يعني. نعم. في المقابلات الشباب، وفي نسبة بسيطة من كبار السن. نعم. أما التقديم الجماهيري حل الجميع. نعم. شباب، أطفال، أكبر. في رهبة قبل ما تروح تقدم؟ مثلا أنت اليوم بتروح عند بتجابل فئة، طبعا نقول الأطفال، أنا أحس من الأطفال هم الفئة الحساسة واللي لازم أنت تكون فعلا بدراية كامل أنت شو بتقول، لأنه ما شاء الله عليهم أذكياء. أيوه. يعني يأخذون منك. فلا أنت قبل ما تقدم اي مسرح او اي مقطع في السوشيال ميديا، هل تقعد تدرسه اكثر من مره؟ شوف او تتطرق مع عائلتك يعني تقول لهم انا بتكلم في هالموضوع، شو رايكم انتم؟ والله شوف، انا ما اتطرق لاي واحد. يعني مثلا تقول انا التقديم الجماهيري في مسابقات للاطفال والكبار، يعني. نعم. هذا اورج خلاص، انا في دمي مثل ما تقولي في دمي، فعايش فيها يعني، ما اني اغلط او شيء. نعم. بالعكس، احنا الاطفال هو اظني يعرفهم يعني، اطفال صغار يشوفوني يعني ينادوني، انا استغرب منهم، شفتني شايفينك والله فعاليتك كذا كذا، فعاليتك كذا كذا، فحلو يعني. الاطفال الحمد لله اموري طيبه. شيء منهم ما يحبوه، انا اكون صريح. الله. منهم عيال اخوي. عيال ليش؟ ما يعطيهم هديه. لا ينازعهم. اقول عيال اخو مشكله. مصايب. وش مصايب؟ مساكين ابوي، حد ينشئ حد كذا. انا ادي واحد منك اولاد اخونا بيو بسيد على المسرح. يوم نكون في الوه في ولايتنا نقدم، اقول له لا تبني اقدم وراك فعاليه لاني اتورط. بتجيب العائله. عيوني. لا عيوني عمي شويه بس، عمي بغي شويه. مشكلتي انا مشكلتي وش؟ لما اقدم يعني ما احب اسوي واسطات، تعال فلان ولد فلان، تعال ولد فلان. لا بقول ايه هذا ربيعه سبكي توصل. ايوه انا ترى فكذا الناس تتكلم عليك، فانا ليش اسوي كذا؟ والله انا اشوف عندي نظام. صح. عندي اللي يصنف في حماس اختاره. صح. شيء العاب مناسبه للكبار اختار، صغار ليش؟
يعني مثلا مثلا يقول لك لعبه بر بحر يجيب لك واحد كذا ما يفهم صعب. صح. الصغار تلعبهم لعبه البالون، لعبه جلوس قيام، تعطاهم هدايا، قص تعطاهم هدايا، لازم تخلع لك رتم يعني، لازم تكون شويه صارم. لا بس ما تنازعهم، حرام ينازعهم والله حتى ولاد اخوك يستاهلوا. لا لا ما لا يا اخوي اقول لك وايدين اخاف يزعلون منك الحين قاعد يتابعوني. لا يتابعوني قبل اني اولاد اخوي يعني في السياره. لكن الساعه كم حضورهم بامانه؟ هم يتابعونا الحين بيتريونك عند الباب يتابعونا الحين الساعه كم يهم قبل الفعاليه بخمس ساعات هم اول ناس. انا سارتب انا اوريدي انظم فعاليات هم يساعدونك زين اطفال مساكين وش شغل. لا انا اوريدي يعني هسي قبل الفعاليه انا انظم ارتب كل شيء يعني الفعاليه بكبرها انا اديرها ما شاء الله عليك الله يعطيك العافيه. فحصلهم انا وادش ما شاء الله وشايبكم تو من العصر فعاليه العشاء هم موجودين الله يعطيهم. بعد نازعهم حرام. بقى انا ارفع ضغطه بعد لعلمك. هو يقدم مايك وانا عندي مايك، انا اسولف ويا الجمهور، هو ياس يقدم وانا اسولف. تشوش عليه. فهو يزقر على خلاص صوت اقول له ربيعي اللي هو الدي جي. بند المايك مالي. صوت الراقي احمد، اقول له خلاص سوي له كذا. بند عنه. ياشر عليه بند عنه. ما يبقى كلام بس سوي له كذا. ايه سكت. سكت. بند عنه المايك، السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. يعني لو بسوى اي شيء بس زر شويه بسيط. في بيطلع يعني بيطلع. خف من المشاكسه شويه. خف من المشاكسه معاه. لو تعرفين انت بهبرش صبري عليه. الله يوفقك. احمد خلينا نتكلم عن الاختلاف ما بين التمثيل المسرحي والتلفزيوني. شو الفرق؟ الفرق بين التمثيل المسرحي، المسرحي مره مباشره امام الجمهور. نعم. التلفزيون لا، تقدري تعيدي على الكاميرا. الاصعب. الأصعب المسرح طبعاً، لأن المسرح مباشر عند الناس خلاص. نعم. يعني ما في وقت أن الممثل يعيد أو يسوي بروفة أو المخرج يعيد، لا لا. نعم. على طول مرة لايف. نعم. أما الدراما لا، فرق يعني بين التلفزيون، فرق كبير بين المسرح. نعم. حتى الأكشنات تختلف، الحوارات تختلف، الأداء يختلف عن المسرح. وعن حتى مرات لما ممثلين مسرح يروحوا للدراما المخرجين شوية يتعبوا معهم، فيقول له لا تكون مسرحي هنا، أبغيك يكون غير ركشن العين، ركشن الشكل، يكون غير عن المسرح. المسرح مفتوح حتى لو طلع من النص ما في أي مشكلة، أما الدراما لو طلع من النص ممكن شيء بسيط يقدر، أما المسرح لا ما يقدر. المسرح يقدر، الدراما ما يقدر. تعرضت لمواقف محرجة على المسرح؟ والله كثير. موقف مع الفنان سالم الغيثي، مسرحية بيتنا حريقة. نعم. كنت أضربه بخيزرانه يعني. هذا 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 في النص يعني موجود؟ هذا في النص. بس ما في النص، خارج النص ذي. طيب. بس كان لما الجمهور تفاعل معي انا اضربه فغلطت، جت ضربه في ظهره على طول مره، حتى سويت له علامه شويه. وش سوى؟ ما سكت، خذ حقه يعني على الهواء يعني مع الجمهور يعني. ايوه. خلاني يعني في المشهد الثاني وانا ابوه يعني في المشهد، تعرفي لما توصي رساله الاب للابن صعب ان الابن يضرب الاب، فسوى طريقه انه هو ما يشوف، هو ترى اعمى. ايه؟ سوى طريقه وضربني هنا على طول وكسر المايك، صوت ماشي والسوبر كان يطالع علي كيف صوت، خلاص صوت ماشي المايك روح، لازم ارد مره ثانيه واخذ من حد ممثلين، تبهدلنا تمينا نبدل 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 لين يا واحد ثاني وضربني نفس الشيء. كنت عصبي وايد، حتى الفنان حبيب غلوم يقول لي احمد كسرت ممثلين، قلت له هم يوني ابو يعني مثل ابو مشاري، ابو مشاري يقول والله العظيم وبراسم اذا ما ضربتني خلاص ما اكلمك. قلت له سلامات، لان شاف الجمهور يتفاعل وتخبل خلاص. اي حب الوضع. لكن هذاك الموقف اللي عند سالم ما انسى، يعني ما متعمد اضربه بس ان انا ارتفعت ايدي خلاص ضربته في الظهر. بس يا ريتني انا كنت موجود. يا ريت. نعم. نعم هذا يحب يبهدل خبرش. نعم. موقف بسيط بيني انا وياه ويحسبني بسكت يعني، قال لي احمد جهز وتلبس مسين تعشي وبنروح نقابل يعني ناس على اساس عمل عندنا ونباهم يدعمونا. قلت له تمام. اتجهزت والله ولبست ورحت كشخت وكل شيء وصرت لي عبد الرحمن، هو وسالم مضبطين المقلب حقي، فيقول لي غترتك وايد حلوه، شليت الغتره ويصب علي بيبسي على راسي، والناس والام اللي ياسين عند الحديقه كلهم يضحكوا علي. خليته ثلاث ايام بس، اتصلت فيه ونسى الموضوع، هو رحنا نصور اعلان وانا مضبط فندق الحديقه ان هناك بنصور الاعلان، دخلنا نصور وديته لين الحوض وما فاهم السالفه، حوض بركه ماي وكذا لابس كان مره ومتكشخ من غير العطر والبخور اللي بخر عمره. نفس الشيء كنا عندنا لقاء، قلت له عندنا لقاء في التلفزيون ونطلع وكذا، هي هو تلبس وعقف الحوض وانتشر المقاطع اللي انتشرت على التواصل الاجتماعي. بس لا البيبسي هو مفيد للصحه يعني خاصه للشعر. ينمو الشعر. آه ينمو. انا قلت له بس هو ما صدقني. ينمو البروتين على حسابك. خلينا نتكلم عن حركه المسرح العماني. المسرح العماني. نعم. والله في الفترة الأخيرة المسرح العماني الحمد لله يابو بطولات،
يعني مسرح الشارقة. نعم. حصلوا أفضل فريق مسرحي الحمد لله رب العالمين، ولمنا منافسات خارجية ومشاركات في تونس بعد. نعم. نفس الشيء عندنا زميلنا الفنان سالم الغيثي نفس الشيء يشارك خارج. نعم. والمخرج أستاذ يوسف البلوشي هو الفريق مالي يعني حصل على المركز الأول. يعني مسرح العماني بشكل عام شغال الحمد لله وفي مواهب جميلة متطور يعني. نعم. كذي جميل. شو أكثر المسرحيات اللي تحس أنها فعلا أثرت في المسرح العماني؟ والله شوف أنا بجانب المسرح يعني لها اللي صارت لها بصمة وهي اللي خلت هناك يعني في حركة ونشاط في هذا المسرح. الجانب المسرح أنا ما مايل حقه كثير. جانب المسرح عند تخصص أحمد. تخصص أحمد. أنت تخصص السوشيال ميديا. شكرا. أنا شكرا المقابلات والتقديم الجماهيري. شكرا على الثقة. شكرا. ما أعرف كيف أوصل. وايد نفختك صح؟ طبعاً أنا أحب المسرح الكوميدي ودائماً كل يعني شغلي في مسرح الكوميدي. نعم. لكن المسرحية اللي بنفسي أنا اشتغلت فيها ببيتنا حريقة تعاون من الشباب وكانت مؤثرة ولها بصمة كثيرة مرة الحمد لله رب العالمين. نعم. في مسرحيات أيضاً يعني مثل ما تقول المسرحية هي رسالة. صح. للجمهور. نعم. أبرز الفعاليات تقدمها عبد الرحمن. طبعا فعاليات كثيره سواء كانت في عمان او الامارات. نعم. يعني في الامارات انا الامارات دائما اقدم يعني في الاعياد الوطنيه اللي عندنا فريق صاحبي اسمه فريق سعد وابداع دائما نقدم يعني في رمضان مقدمين فعاليه مبادره قوافل الشواب كانت هنا في الفجيره البيت المتوحد كنا في كلبه كنا بعد اخر مره كنا في خور فكان فكانت فعاليات طيبة لقوافل الشواب. نعم. وحضورها قوي ما شاء الله من غير أن فعاليات كثيرة قدمناها في دبي في الشارقة في فجيرة مهرجانات عام زايد كان عام الخير وقدمنا في مهرجان الشواطئ اللي في الخور كثير يعني حتى الحين ما يحضرني سواء هذا يعني إذا بعد ما بسكت إذا بتذكر بقول ليش لين باكر. نعم. فعمان نفس الشيء عندي الأعياد الوطنية عن الأيام الخاصة ليوم اليتيم يعني الحمد لله مبادراتنا مع اليوم اليتيم كل سنة نسويها أوردي عندنا خيمة رمضانية نفس الشيء أنا ماسك لجنة الاحتفالات والثقافة فعلى الثانية الحين أنا أسوي الخيمة الرمضانية ما شاء الله نفس الشيء قبل الأعياد يعني تمتلك أي قضية تكون في المجتمع تتبناها؟ أي قضايا مجتمعية تتبناها؟ اللي نقدر عليه نتبناها ما نقدر نبتعد يعني نعم. أكثر شيء إحنا مثل ما تقولي التنظيم عندي للفعاليات نعم. سواء أيتام سواء شواب أطفال نعم. مدارس حتى أعياد ميلاد الله أعياد ميلاد شيء خاص عادي إحنا دائما نسوي يعني. نعم طبعا سوالفكم حلوة بس بنطلع بريك وبنرجع مره ثانيه وانتم تتقهون في هالفتره في القهوه ماله بردت اصلا ما شربها اشوفه ما عاد بنصب له واحد ثاني اصلا صايم وايد سولف انت صايم اكيد مشاهدين تريون بعد هذا الفاصل مع سوالفنا الجميل مع ضيوفنا حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم مع ضيوفنا أحمد إبراهيم البلوشي ممثل عماني ومع عبد الرحمن السعدي ممثل ومتحدث جماهيري مرحبا بكم يا أهلا وسهلا يعطيكم العافية الله طبعا خالاتي في رقم التراث جابوا لكم الفوالة والله ما قصروا تقهوة وعد لا تردونهم أنا بزيد القهوة بعدني بزيد لي القهوة خذ راحتكم أرسل الدلة عليكم العافية عليكم العافية الله يعطيك العافية عبد الرحمن بما أن أحمد مشغول بالقهوة وكذي صب لنا صب لنا خلنا نتكلم عن سر حبك للسوشيال ميديا لهذا العالم الافتراضي نقول تبي الصراحة هو اللي خلانا أحب السوشيال ميديا الفراغ يعني نعم. واحد عنده 24 ساعة عنده فراغ نعم أكيد يعني من بدأ في السوشيال ميديا شوي شاف الإقبال شاف الكومنت يعني نعم. حد يمدح حد يذم ايه؟ فأنا من نوع يعني حتى لو واحد يذمني بالعكس أنا أفرح أكثر عن المدح يعني كنت قبل يعني اللي يسبني او شيء افرح اكثر يعني من اشوف كومنت مثلا دش علي كومنت ما يعني مثلا ما يضايق ما يضايقني بالعكس انا انسان احب الوناسه الله هي عندي قاعده شو الجرعه اللي تستخدمها يعني اساسا الحين ما تضايق خلي عندك قاعدتين تبي قاعد خلي عندك قاعدتين ساعات اطنش بس ساعات اضيق لا
بالعكس والله العظيم حد يسبني حتى لو يسبوا مثلا أهلي أنا أضحك لأن أرد السب ما يوصلني أنا ما يأثر فيني. وتحس إنه هالفئات أصلاً أوقات حساب وهمية أوقات ما أكثر شيء تكون حسابات وهمية أيوة. صح. فبالعكس حبيت هالشيء حد يغلط عليه كذا والله أضحك أراوي حد يربع ولا شيء. ما تمسح كومنتات ما تعمل بلوكات. لا لا لا. خلينا على راحتنا. عادي اللي بغى يأخذ راحته يأخذ قلت ليش خلي عندك قاعدتين. نعم. قاعدتين أنت حياتك سيدة. نعم. قاعدة الأولى عندي أول أيام يعني تقريباً قبل 6 سنوات جست سمايل. هاي القاعدة غيرت حياتي كامل. حبيب. يا سلام. جست سمايل أنا أقول لك أنا قبل شايف النفسية. إيه. أنا نفسية. إيه. قبل 6 سنوات. ما صرت معي نفسية. لا أنا أقول لك. شاب بطالك بهالنظرة آخر شيء المخرج بيقول لي سام غيري نظرتك. فتميت أخلي هالقاعدة. نعم. فترة طويلة يمكن مال شهر. بعدها الحمد لله خلال 5 سنوات أظن الجميع ما حد يشوفني متضايق. أولهم ذي ما شاء الله مستحيل بس يتضايق مني شوية مرة متضايق من وش حظي لا مستحيل والله يعني ما شفنا يوم من الأيام يعني. أتوقع يمكن حبك لذاتك وتصالحك الذاتي مع نفسك هو اللي خلاك بهالطريقة أكيد لازم هالشيء إذا أنت حد بدش عليك بسبك وتضايق أما أحمد جاي وسوى لك مشكلة وبتضايق لا خربت يومك صح أيوة ليش أنا أعور راسي أنا جالس مرتاح أي واحد يضايقني اروح ايش خصنا فيه انا هو ما شفته متضايق صراحه يعني من يوم انا وياه مع بعض ايه؟ غير مرات لما يوعد ناس عشان عمل ايه؟ ويصير تاخير مني انا ولا شيء يقول لي احمد بسرعه ما ايه؟ حلوه تقفط قدامي ما انا ضايق بس تتلوم الوقت الوقت ايوه ايه؟ ما حلوه تتلوم صح الوقت بس وقت يعني هاي ما روم اجلده ولا اجيب عيد فيه حتى انا بقول لك لا تجلد الوقت وقت لا وقت لا لا, لا, لا. ايه؟ في الموضوع ذا نفسه اللي كلمته وشكله كله يبي يجلد ترى ما ليش منه ما يروم علي بس كذي رمسه لكن كلام الحق قال ولا مره خليت هالقاعدة الحمد لله أنا أقولش السر هاي خلاني أضحك نعم. الجامعة بعد على فكرة أنا جاي من مسقط وأقول بس ده نفسية لا متضايق وقلت جست سمايل الجامعة بان شوية فيسي بس طلع أسناني كان أقول علامنا أنا خبيل يا صبحك وفعلا ضحك حلو فبدت القاعدة ذي ماشي عندي لحد الحين هالأمور اللي تتكلم فيها الحين دورات يقدمونها في الذات وكيف انت فعلا تكون متصالح مع نفسك ايجابي بالفعل فعشان كذا الحمد لله انا اموري طيبه ثاني قاعده كل شيء خيره الحمد لله يعني مره اي شيء يصير حتى لو انا تو طحت تكسرت اعرف انها خيره مره انا اقول شيء خيره يعني مثلا رايح ما اقولش عن الفعاليات اللي اسويها رايح فعاليه اول ما وصلت الفعاليه مخبر الدي جي يجيب سماعات كبار نعم حلو سماعات كبار قال تم يوم وصلت شفت السماعات مال الشرش هذا اللي يسحبون عادي اي مكان فصوتهم كان حلو قلت له انا وش وعدني وش قايل لك ما ضيقت قلت ليش عندي القاعده ذيك الثانيه هي. سكت قلت له الامور طيبه عشان الحفل يمشي بديت اقدم العصر اول من يا المغرب قلت لهم وقفوا صلاه مسي يصلي بندت الكهرب اللي في المسرح بس ايه وش سوى سماعات ما بيشتغل من وين بتجيب كهرب؟ صح. فعاد ردت الحاسية وش؟ إن السماعات يشتغلن بالشرش. فكملنا الحفل وش بس السماعة. من فزعك زين؟ من فزعني؟ لا لازم يبال الفضل. لازم تقول يا أخي. شو أنا ما أحب أمدح وايد. إيه. لا الفزع. ما أكسب اسماله وش اسمه؟ أكسب ما أعرف اليوم أول مرة أسمع أكسب السدي. لا بس. ما علمتني إياه. هذه يعني عندي القاعدتين الحمد لله. الحمد لله صح. فأنا أقولش أموري ماشية. فالقاعدتين كلهم انا حتى في امور تصير معايا تشي الوالده تقول لي انا مكانك كان ما برقد اقول ليش خلاص ترى ليش افكر باليوم واليوم راح انا افكر بباكر لا خلاص خلني اعيش باللحظه الواحد عيش اللحظه مثل ما قلت أي. الواحد يعني عيش اللحظه مقدر من رب العالمين شو بيستوي ما تعرف أي. انا ما اعرف باكر بعيش ولا لا صح خلنا انا اعيش حياتي عيش اللحظه صح متى واحنا جالسين اليوم وهالبرنامج وهالجلسه الحلوه بنعيش اللحظه فعلا بوناسه وسوالف جميله الله يعطيكم العافيه الله احمد ما شاء الله عليك في برنامج سناب على الهواء خلينا نتكلم عن هذا وبعد ما يكون في عرض فيديو حقك برنامج سناب على الهواء تمام برنامج سناب على الهواء لاخوي المبدع خالد الحبسي نعم. هذا الشاب ما شاء الله عليه بدايته كان هو وربيعه بس نعم. شوي 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 لحد ما تطور اللي استفدت منه انا اتكلم عن الايجابيه اللي خذيت منه نعم. الاسئله السريعه مثل لقاء نشوف ونرجع بعدين. نتكلم تمام منور استاذ
كشافه. طبعا الكشافه وش تعلمت؟ ما سويت شيء. لا الحمد لله انا والطاقم مالي نتوكل على السوشيال ميديا يوميا الجمهور يشوفه. ايوه الاعلانات بعدهم ما سايح يقولوا هاي المشكله لازم مصداقيه. لكن رب العالمين اي شخصيه ابغاها اقلدها. لكن شوف رد الاشياء اللي فعل الناس على تقليدك يعني. ايوه مسرحيه بيتنا حريقه كنت انت هذه ممكن اخذ اذكر لك كلمات بس تقول لي ايش تعني لك الكلمه. أنا شوية قلت صوتي شوي من متابعينك هذا يتطور من نفسك هل ما بيشتغل أنا عارف لا بيشتغل أنه هو عادة أنت مستانس عليه أنا مستانس نتكلم عنه سناب على الهواء والله سناب على الهواء اللي حبيته سرعة الأسئلة لازم يكون الشخص عندك اللي سرعة بديهة يعني سرعة مرة وبعدين في بعض الجمهور معانا ما يعرفوا من ما يعرفوا يعني شخصيه مثلا او ممثل او الفنان هذا البرنامج يظهر بشكل كامل يعرفوا عن مثلا بعض اشياء من حياته غير عن السناب والانستغرام طبعا هو يتكلم عن السناب طبعا اسم العنوان لكن في بعض الاحيان الناس ما الممثل ما يتكلم عن اشياء كثير عنه هو عن ابداعاته وين وصل هذا البرنامج يطلع كل هواية الشخص يعني وبعدين في اسئله مثل ما تقول لابد ان الاجابه تكون شكلي بسويها معاكم ما في تحضير طبعا ما في تحضير وما في مثلا احمد بسالك كذا جاوب علي كذا لا مره من يقول لايف اكشن على طول يسال يدخل يشوف كيف هذا من وين استلهمتوا هالفكره طيب هو جاب هذه الفكره عن طريق ربعه تعاون كان بينه هو واصدقائه واكثر صديقه اللي هو يزقروا العشير وحيد البلوشي لخبوشهم بعمان معانا مقلد شومبيه وحتى من كثر ما يقلد شومبيه استوى صديق شومبيه الاصلي نعم فشوي شوي خالد الحبسي طور من نفسه شوفي العدد من 2 ل4 في كل موسم له من 2 ل4 ل5 الحين 7 طاقم 7 ويجيبوا الفنانين والمشاهير السوشيال ميديا ويتكلموا عنهم يعني ويتكلموا عن الاشياء وعن المحتويات اللي يقدموهن ونحن بنكون فوالة على الهواء انا اقول لك ماذا تعني لك عمان بلدي امي وكل شيء وطني الام ايه الأم 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 جنتي الأسرة الأسرة حياتي كلها الفن الفن يمشي في دمي برنامج فوالة أكيد برنامج فوالة على راسي من فوق برنامج جميل وشوفي اسم على مسمى حلو يا الأستاذ بس ما أعرف ليش عبد الرحمن ما شرب القهوة ما أدري عشان باردة يمكن لا 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 أنا بس أقدي له عبد الرحمن لا لا أقدي أنا لا أقدي ما يعني هو بسأله وبيجاوب وبيتقهوى بنفس اللحظة إنزين الأدوار التمثيلية اللي شاركت فيها الأدوار وأبرزها تمثيلية وأنت تقهوى عادي قلت لي تمثيليا أنا شو لما أتكلم ما أحب وايد أتقهوى تفضل عبد الرحمن من يدين أخوك ما بس هذا ما بدك عادي بارك الله فيك في أدوار كثيرة خاصة في المقاطع القصيرة مرة واحدة سوينا مقطع كوميدي مع أمريكي وانتشر أظن أعمال بكبرها راح عنده فكرته وش كنا في الخيمة الرمضانية اللي أنا كنت مسوينها عازم هالريال عندي ضيف حليلة حصل الأمريكا عدالة عدالة وانا لسه عدالة وانا ياس أقدم وكذا والريال أشوفه قال ما اليوم عمل باكر عمل عمل شو قال مع الأمريكي تصوير أقول له تصوير وش تصوير قال ما أعرف بس خلاص حجز والله العظيم أذن الفجر أذن الفجر وأنا ويا ياسين ندور فكرة لين بعد صلاة الفجر أدينا البيت رقدنا والظهر مشينا سياحة في عمان يعني وسوينا سوينا نفس ما قلتي الحين أي سبحان الله فسوينا وبعد في مقطع ثاني سويناه في الخور نفس الشيء عن المرور وفيلم يد بيد وفيلم كنت مع شمشون الإمارات إذا تعرف أحب الممثلين إليك من سلطنة عمان والوطن العربي ككل. في سلطنة عمان يعني مثل ما أقول إيش فخرية الأستاذة فخرية خميس أيوة صالح زعل. نوجه لها تحية صح. سعود الدرمكي دائما هو يقلده. يا ريت تخليه يقلده. بخليه بس شوية شوية. مش مفوتة بس أنا ليش أبى أسولف عليك شوي لأنك أنت بالبيان ما سولفت علينا. عشان تي أبى أخذ أسولف عليك شوي عشان بعدين أنتقل عليه على طول. شفتي أيوة. شفتي بروحش بعينش. أنا ما بتكلم. يبيعق علي كل شيء لا انا انت تقلده انا بس هي تقول وش تبي انا اقولها حاضرين يلا تفضل شو بتقلدنا وش تبي انت امري تقلد يعني شو الانواع اللي تقلدها بالذات
انا قال لي سعود درمكي مثلا يعني بني. عادي اقول لك قلدنا بعد شوي احنا عادي اقلدك انت يلا قلدني استاذه مروه اذا تبغى يلا اوكي انا واستاذه مروه اهدا حق مروه الحين لا هذا بعد لان اخاف تزعل علينا يلا قلدني يوم طاح لهذا اوكي قالت لي انا قالت ابى شيء عفوي وكذا والحين نتكلم عن العفويه وكذا قلت لها عاد قلدت زينب وشون بي واتكلم وشويه اشوفها قالت طاح خاطرها داخل تقول هذا عينه حاره انت ما عينك حاره؟ لا ما حاره قدامك يا مره نيتي صافيه طبعا وعيني دايما زين يلا قلدني مثل فنان سعود درمكي قصه بسيطه وبعدين قلدني انا ورا ها؟ وبعدين قلدني ما مشكله اوكي يوم يقول اقول ليش تو مالك ذاك نعم توقع رمضان لازم العائلة كلها تلتم والله حتى الإيحاء نفسه هي لازم لا أنا ما قلت لازم في العائلة كلها تلتم يا أبوي حد زعلان من أمه وحد زعلان من أخوه عشان كذي ما حد ما يقول هي نعم اللي زعلان من أمه ما بيشم ريحة الجنة نعم والله بابا ما زين خو أقول لك تو أنتم مالكم أنا اليوم بصفي القلوب كلها نعم وهذا عبد الرحمن لازم يجيب العيد نعم هنا في برنامج فوالي وانا في الحقيقه مستانس فرحان جدا يعني موجود يعني كانه هو يعني نفس الحركه نفس الشيء نفس الشيء طيب. المشهد حقي في المسرحيه ايه؟ بيتنا حريقه وهو اللي شجعني اني اقلد فنان سعود درمكي كيف انا قلدت الشخصيه هاي نعم يعني المخرج قال احمد باغنك دور شيبه بس نحن عازمين فنان سعود درمكي قلت له عادي تتصل فيه تسأل إذا قال لي لا سوى مفاجأة وإذا في شيء نحن بنتدخل ايه؟ تعرفي إنه ممنوع طبعا أخذ شخصيته وكذا ايه؟ وفنان قدير ومعروف أوجه له تحية فنان وأستاذنا الفنان سعود درمكي أكيد. فاشتغلت عليه أسبوعين بس اشتغلت على شخصيته كيف أقلد يعني الشخص اللي أباه مثلا أي شخصية الحمد لله رب العالمين فترة من الله سبحانه وتعالى أول ما أقلد صوتنا أقلد الحركة عشان شيء شفت أقلد الحركة كيف أقنع الجمهور أني أنا أقلد الشخصية لو أني ما جبت الصوت 100% بس الحركة خلاص الناس تشوف ترى الحركة لا أنا شو اسمه تحمست قلدني إنزين ما عليه بعد البرنامج بعد البرنامج المهم أنا لا بس الحركة حتى لو الحركة عادي هي الحركة عادي ما في أي مشكلة إنزين اشتغلت عليه أسبوعين بس والحمد لله رب العالمين اللي يشوفني على المسرحية يقول سعود فنان سعود درمكي هو شو قال؟ نعم. قال هذا خليفتي وصرح قال أي مكان في أي عمل تبع إلا الأعمال اللي ما زينة يقول ها نعم. انتبه حليلة. ما تأخذ شخصيتي بس أنا أقول لك أحمد توكل على الله حليلة. طبعا أنا داخل في الجاليري يقول سهام بليز الله يخليك خلي قلد لنا أصوات زين يبون حاضرين يعني كذا أنا مصر أن أنا تقلدني أنا لا لازم ياخذ وقت عشان الكاركتر هذا مالي الكاركتر لازم وقت يلا الكنترول مثلا انا سويت قصه في ارب جوت تالنت يلا فكره عائليه بخمس شخصيات والحمد لله حصلت انت شخص واحد هي فبسويها اليوم مره ثانيه لان كانت على المسرح ننطلق انزين ننطلق 3 2 1 طيب انا الحين داخل البيت ما اشوف حد في البيت ليتات مبنده يا عبد الغفور يا عبد الغفور ايوه ارباب وين ماما ماما ما في معلوم وين امس في الليل جاي اليوم ما في موجود بنيه وين بنيه مال انت كل يوم حريقه كل يوم حريقه ارباب انا مالي شغل داخل البيت خلاص ودي بلاد ليش تبى تروح البلاد ها ابوي سفره لا 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 ما سفره ليش ما تروح عند الغفور ما لك حق تطلع من البيت ارباب انا كلام سيده سيده حرمه مال انت زرب علي بنيه مال انت كل يوم زنجال مشان عليه ما في فايده كل يوم زرب ايوه وين البنت خلها تجي تعالي انت ليش تضربي البنقالي ابوي انا لا ضربته ولا قلت له شيء بس انا ابغي يوصلني الحديقه وصديقاتي هناك كلهم هو ينزلني ويروح يدور ويا ربع البنقاليه تروحي البنقاليه تدور وين تروح عبد الغفور قسم بالله قسم بالله بني مال انت كذاب ما في فايده وطبعا المشهد طويل واذا تبوب لا انا مصر تقلدني ترى انا شويه جبت صوتها لا لا انت مصر انك تقلدني صح شويه جبتها قلدني ها انت قلت ليش قلدني الكلمه اللي سويتيها صدقه لهالدرجه انا صوتي اخاف ام محمد تزعل بتقول كلها ولا استاذ اسهام لا لا مو تزعل ديت الله يحفظها امين يا رب طبعا الحين بننتقل لزميلتنا عواطف وسوالفها الحلوه مع خالاتي تفضل حبيبتي يعطيكم العافية ضيوفنا وإن شاء الله بعد شوي بعد تكونون ويانا في قسم التراث نحن نرحب اليوم عندنا ضيفة جديدة أم عبيد خالة أم عبيد طبعا اليوم خالتي أم محمد بتساعديني بتودين المايك حق خالتي أم عبيد صح؟ إن شاء الله مساك الله بالخير مساء الخير والنور شو قاعد تسوين خالة؟ يعني أشوفك من نيتي وأنت لاهية
مساء الخير، حيا الله، مرحبا فيكم. طبعا هذه الشغله تبى تركيز وتبى اهميه، اللي هي الكنادير قبل كيف كانوا يسوونها؟ كندورة الولد الصغير او الكندورة الكبير. هذا اسمه القاط. لازم تبقى وحده تركب وحده ترد القاط. اي نعم. فما شاء الله قاعد تساعد. مثلا هذه الكندورة الحين مال ياهل. وتسوون بعد حق الكبار؟ الكبار والصغار على حسب طلبهم. تركب هذا القاط، يركب من عند الرقبه. وهو يمشي يعني نطرز فيه، وحده ترد القاط وحده تض، لازم تخيط. متعب الشغل صح خاله؟ تكمل ها؟ يتعب. يتعب بس الواحد على حسب شغلته عادي. الكنادير لها ولها يعني لها اسامي غير عن بعض وشي. نعم، هي الكندوره العربيه اللي هي العربيه الاخوار، هذه القاط مالها. ومسميات الكنادير تيش التيترون، تيش شربت. شو الفرق من بينهم؟ على حسب الملمس ملمس الخام. الشربت تكون خفيفة، خفيفة وايد. التيترون هي شوية غليظ. غليظ مثلا التيترون شوية عنده دخلة البرد وكذا يلبسوها. اللي هي شربت يوم الحر للصيف نعم. تنلبس تخيط وتنلبس. سووا منه صديري الأول، يلبسوها صديري كان يحطوها الأول. سووا منها صديري. هو صديري يجيش نص لين تحت البطن، هاي لبس الرجال، ونص الكم صديري هذا اسمه. علي بعد يخور نفس خويرة اللي كان دور ماريا. رد القاف. وهذه لازم اثنين. هذه لازم اثنين، واحد يقيطن وواحدة تخيط. يعطيك العافية. الله يعافيك. والمسميات بعد الكنادير تراها لحد منهم ما يلبسها، كانوا أي أهالينا أول ما يلبس الكندورة بيضة لها أصباغ. أصباغ أهل حد منهم يجيبوها من أوراق الشجر، يطبخوا الماء يغلوا أوراق الشجر سبحان الله ويغلوا. أو شيء من نعم إذا يبت الكندورة الصفرة شوية يسووا الورس مع شوية الكركم وكذا أشياء يعني. خلوا ورونا كيف كنتوا تسوون قبل شوي. ما شاء الله من بدينا ويعطيكم العافية. خلوا يعني وانتوا قاعد تشتغلون، احنا اليوم قلنا بنتكلم شوي عن الأمثلة القديمة. في أمثلة يمكن احنا سامعينها وايد بس مو وايد نعرف معناها أو متى من وين جت هذه الأمثلة. حلات الثوب رقعتها من نوفي، ليش يقولون هالمثل؟ إذا الكندورة أول ما عند بالزمن أهالينا ما عندهم ثلاث، ما يملكوا حتى ثلاث كنادير أو كندورتين. هي. فيصيروا نخل، يصيروا أي مكان عندهم شغلة تكلفة وايد، عندهم أشغال. فكندورة هذه يمكن تنشطر. هي. ما بيقدروا يتوحوها، بيلبسوها. هي. من نفس قطعوا يمكن عندهم كسفة الكندورة شوية كبيرة، أو يوم خيطين الكندورة باقي منها قطعة صغيرة، بقطعوا هذه القطعة الصغيرة وبرقعوا الكندورة. أو أنه حالات التوب رقعتها منه وفيه يكون يعني أنا مثلا عندي بنت وعندي ولد وبأخطب لي مع أهلي ولا مع حد ثاني، يعني ما بدور لي وحدة من هذا. أقول لازم تكون أقول حالات التوب رقعتها فيه يعني من أهلي لأهلي ولي، يعني أكون أنا يعني أخذ منهم. هذا بعد لحد قريب بالحالتين ينقال. بعد قبل شوي كنت قلتي لي مثل عن لو في خير ما عاف الطير. ما عاف الطير، لو في خير ما عاف الطير مثلا. حلو يعني الامثله مثلا يعني انا كم مره يعني انت اقول ايش فلانه يبدي احيانا تجيب لي شغله انت ما باغيتنها، بعدين تقولي لي تعالي يعني لو هذا مثلا القطعه او شيء اي شيء يعني هي. فانا يوم اي اشوف هذا الشيء انت اللي جايبه انه لي اشوفه يعني ما عجبني ما زين، اقول ليش انت لو في خير ما عاف الطير، لو انت شفتيه زين ما جبتي لي انا، لكن شفتيه ما زين قلت هذا حي الله بتاخذ، لا ابوي انا ما اريده. بعد قولي لنا امثله. اللي في القدر يطلع اللي في القدر يطلع الملاس. ليش يقولونه؟
يعني شو متى ينقال هالمثل؟ اللي في القدر اللي في القدر يطلع الملاس، هاي مثل امثال يقولوها مال اول بعد اللي في القدر يطلع الملاس. يعني شو بنعرف الحقيقه مع الايام؟ تعرفي قولي انت. وحده يعني عندها تكلمت وهذا الكلام يمكن انا ما مش مصدقتني. نعم ما مصدقتني او انا ما اقدر اقوله يعني ما عندي بس مجرد لازم كلام لازم اجيب اثباته. فقلت بقول لها قدامها اول بقول لها هل بالقدر يطلع الملاس؟ اذا انت بقدري يعني يلا ببحث بصير بسال شنتي بسال غيرش عشان اعرف الحقيقه. طلع بعد خبرونا عن امثله. امثله وايد كانوا يقولون من طول الغيبات يا ابو الغنايم. ايوه لان كانوا يطولون الغيبات. ايوه يعني اللي يسافروا يعني بلاد برا او يسافروا مكان بلا يصير مثل حتى للحين هالمثل يقول مثلا انا سايره مكان يقول يا الله انت طولتي من متى احنا نترياك؟ ترد وحده مثلا تقول رام طول الغيبات يا ابو الغنايم يعني انا طولت وغبت هالمده اكيد يا باشياء وادي يعني جايبه وياها صوغه ولا يا بنيه وياها شيء. هذه الامثال هذه الامثال حلوه. بعد خبرينا خالو امثله قديمه مثل اللي يبين عية النفس تبغيه واللي نباع يا البخت يجيله. يعني اللي اللي عية اللي يبينه عية النفس تبغيه يعني احنا انا نبغاهم انزين واحنا مثلا هذا المثل يقول احنا نبغاهم ونبغى قربهم ونبغى هذا بس هم ما يبونا انزين فيقول هذا اللي نبي احنا هو ما يبينا هو ما يبينا ولا احنا ما نبيه هو يبينا. هي قصه والله. وبعد في امثله عن الكرم في وايد امثله بعد لو يستحضركم خالتي ام خميس بعد لو يجي في بالك من الامثله القديمه تكتب لا يا خالو ام خميس سده واستريح. متى يقولون هالمثل؟ لان للحين يستخدمونه وايد نسمعه. باب ليك من الريح سده واستريح قولي هذا اذا سبحان الله يعني ناس عندهم كلام ويوش يعني اليوم بكلام وكذا وانت ما مالش حد مالش خانه بهذا الكلام خذيهم بالسلام عليكم السلام. يمكن هي تحب تتكلم بهذا الشيء انا ما بعطيها المجال فبضيفها وبكرمها وهذا بس يمكن هي تفتح لي ابواب غير انا ما بيتكلم فبضيفها وهذا وبقلل الكلام بس انا يعني لا وما احط حدود بيني وبين الاخرين وما بكون يعني اسير معاها مثلا وايد بكسر عمري عنها كل باب ليك من الريح سده وسره الا سبيتي احسن لي لا حقول فلانه قالت ولا عادت ولا غيره خلوا ذكري بعد أمثال وخلوا بعد أم عبيد تذكرون شيء أمثال حلوة. نحن بننتقل لفاصل صغير ومن بعدها نرجع نستكمل برنامج فوالة. حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم مع ضيوفنا من السلطنه. انا لي عتاب شوي عليهم جايين من السلطنه وماشي طاسه حلوه. طاسه حلوه موجوده طالع برا انا بس كيف اني بطاسه حلوه الحين تذكرت انا تو تذكرت يا تو تذكرت وما شاء الله هو برنامج فواله صح ولا لا انت لازم تجيب فوالتك معك بعد حقنا موجوده الحلوه العمانيه ها بكره حلوه عبد الرحمن سويت بروح سويت خلاص راح العتاب الحين هي راح خلاص راح الحطب عبد الرحمن الله يعطيك العافيه عبد الرحمن خلينا نتكلم بس ثاني سؤال حتى لك اعمال مع الفنان احمد البلوشي خلينا نتكلم عن هذا عن هالاعمال اللي بتكون معاكم والتعاون اللي بينكم. اكيد هو في اعمال تقريبا رمضان الماضي كنت مع الامريكي وعندنا عده اعلانات ممكن لا تعد ولا تحصى. نعم سوى كله انا وياه اعلاناتنا انا وياه دائما تعامل في 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 الاعلانات انا واحمد. عندنا الفيلم يد بيد طبعا هذا اللي يتكلم عن الابتزاز الالكتروني راح تكون عندنا اكثر من 29 جزء يعني نشتغل ستيب باي ستيب. وفي عمل قادم خلال الاسبوع القادم يتكلم عن السموم يعني بين قوسين المخدرات. نعم فالفكره الحمد لله جاهزه وبنبدا التصوير الاسبوع القادم ان شاء الله. في احساس حلو من بينكم يعني انسجام مش طبيعي يعني يشوفكم ما شاء الله يقول كأنكم انتم متربيين في بيت واحد يعني هالانسجام الجميل بينكم كيف؟ ها والله عبد الرحمن انا اعتبره اكثر عن اخوي ومثل ما قال هو انسان مرح
وانا انسان كوميدي. نعم. ما يزعل حتى مقالبنا لو اقول لك عنهن يعني بين عقلنا في ماي انا ابو بركه ماي يزعل وصاب علي بيبسي يعني ما شويه لا هذا شيء لكن بصير. والله العظيم لما عقيته في الماي يعني انا خفت عليه يغرق لان ما اتذكر انه قال لي يوم الايام انا سبيح وشويه السيد يضحك هو اللي مصور مالنا صراحه السيد الشرقي ما شاء الله يعني طاقه قويه جدا وهو هاوي ما دارس فلما اللي يشوف الفيديو او يشوف العمل مالنا يعني اولا يثني على التصوير وبعدين يثني على الاخراج وعلى الفكره وعلى الممثلين الحمد لله الشباب اللي عندنا والطاقم اللي الموجود معنا ما عندهم شيء تصنع يعني كلنا العفويه اكيد ما بس العفويه المصداقية. اذا القلب شال على هذا خلاص اذا انا شال على ربيعي خلاص العلاقه ما تستمر في كل مجال اتوقع في كل مجال اذا كان الشخص مع زميله بيتكلم معه بمصداقيه يكون ما شاء الله يعني كل واحد ياخذ رزقه ما حد بيغطي على الثاني كل واحد له كاريزما خاصه واسلوب شخصيه صح انا جاتني فتره وقفت يعني خلاص اي انت تحت الهوى حتى تكلمت عن هالنقطه قلت انك وقفت وفي اشخاص فعلا دعموك فخلينا نتكلم عن هالاشخاص اللي فعلا وقفوا مع احمد انا بتكلم في الدعم الفني اولا قبل الدعم المادي والوقوف من الشخصيات جزاهم الله خير الدعم الفني من السيد الشرقي اول ما انا وقفت طبعا وتلاقيت معاه وهو مصور ما شاء الله عليه فقال لي احمد انا يديك اليمين توكل في اي عمل وتاكد اني انا معاك حاولوا يفرقوا من بيننا بعد فيتصال لي هو يتكلموا عني انا ويتصال لي انا يتكلموا عليه هو فنحن قلنا هذه الفئات نحن نسميها العدوانيه بالنسبه للمجال الفني ومثل ما تقول نحن سفهنا وعلى المثل اللي قالوا خالاتي هناك الباب اللي يك من الريح سدينا واستريح وواصلنا الحمد لله اوجه تحيه لمكرم عضو مجلس الدوله الشيخ احمد خلفان الغفيلي طبعا مش داعم لنا بس داعم للمواهب العمانيه بشكل عام يعني في اي حفل في السلطنه في اي حفل تحصل الشيخ موجود يعني مثل ما يقول كل حد يعني شخصيه ما شاء الله مثل شخصيته يكون دائما مشغول صحيح فهو ما شاء الله ياخذ وقت كثير للمواهب العمانيه ويوقف معهم حتى يوصل لصلاله يوصل لمسقط يوصل لمناطق وفي ولايات عندنا بعيده في اي حفل يحضر لهم يدعمهم هذا هو ترى التواضع والقائد الناجح فعلا نعم قلبه مفتوح للجميع ويحب الجميع فلما نروح نحن نقول له نبى دعم للعمل طبعا اي واحد يستفسر شو العمل اللي بتقدموه هل ينفع للمجتمع فدائما هو يشوف عندنا اعمالنا دائما رساله نوصلها للمجتمع ان نحذرهم من اشياء فيوقف معنا وايضا تحيه للفاضل يوسف من اسمه احمد الشرقي دائما بعد بن يوسف ابو يوسف دائما واقف معنا نفس الشيء هذا مثل ما تقولي نرجع نلف وايد امور الحمد لله وهنا الاخير صاحب اطياب الملاك مرشد الحكماني ما مقصر معنا في كل مكان حتى لما يستقبلونا ضيوف ولا يستقبلونا في لقاءات نجيب هدايا فاليوم شغل سرعه سرعه حتى ما وحينا نروح عنده ترى هدايا يعني خلاص هو مرشد طبعا هديه خاصه انا هديتي حلوه خلاص على العين طالع مرشد هي الحلوه ما عليكم الستاف الثاني ما اعرف شو يبون من الهدايا كيف خلاص خذوا راحتكم مره ترى بعد ما ننسى احد الداعمين اللي هو برجر بن سعيد هو برجر بن سعيد نعم دائما مقصر معنا ترى جميل الواحد يوم يعني يكون فعلا يخدم الشخص ويساعده ينذكر بالخير سوالفكم حلوه وسانست معاكم لكن زميلتي عواطف هناك عندها الإبداع عندها التراث تباكم تكونوا ضيوفة هناك خلاص منروح لعواطف عواطف بتيب لنا العواصف هناك يلا يلا بس ترى ياكم بقصيدة ترى قصيدة عاد شوفي مع عبد الرحمن ما شاء الله بالقص... عليه لا لا ما شاء الله عليه أنا تحت الهواء عرفنا بتعد قصيدة هناك لا يلا تفضل لو ما شوف شهر رمضان ما زين أغني يلا تفضل أنا معروف يعني صوتي في الغناء تفضل يلا تفضل تفضل مايستر لا تفضل ابدا ما تبدل لين ما انتم تتعازمون خلصت الحلقه حياكم الله تفضل حياك الله تفضل عبد الرحمن تفضل نحن اليوم تكلمنا عن الامثال ويقولون عندكم خبره بالامثال الشعبيه والله الخبره هذا اللي خبرش ما صادق قولي له رمضان والله ماني صايم ها ما صادق ما صادق عبد الرحمن ما شاء الله عليك انا مياي في الطريق تعطيني امثله يعني بالامانه الله في ناس بطبيعتهم يعني هو يتكلم يحط امثله في كلامه مرات حتى ما تليق على الحديث بس في ناس متعودين على صحيح وخبرتنا قبل شويه خالتي ام محمد عن وايد امثله مو حافظين ولا مثل ما شاء الله دام خالتي موجوده نحن يعني زين خالو انت خبريهم مثل وخليهم يقولون لك متى يقولون المثل مثل شوي قلتي لي مثل حلو
أي مثل؟ عقب ما خلصنا الفقرة التراثية كم مثل قلت بعد ما وقف جلسنا في الأشياء هي تعطينا مثل وإحنا نحاول نفسره هي أنا أباها أنت تعطيكم مثل وأنتوا تفسرون مثلا سدوا استريح نفسه الباب سدوا هذا أمورة طيبة لا هذا سهل أمورة طيبة بس الحين مو عارف تذكري لين تذكرين مثلهم بيتذكرون ويانا ذكريات قبل أنتوا بعد عندكم أمثلة ماشي أمثلة تقولوا شيء أمثلة بس ما تحضر في عندكم الأولين في عمان عندهم الأمثلة وعندهم الألغاز وعندهم كل شيء يعني ما حافظين منها من الأولين شيء الأمثلة الشعبية زي الألعاب الشعبية الألعاب الجديدة خبروني عن العاب العاب صيد البط صيد البط هاي اشوف اذا انا العب خاصه يقول مره صيد البط معروف مستطيل مجموعه داخل واحد برا واحد منا واحد منا حلو اذا واحد انت ما مرتاح له كذا صيد له هو طبعا صيد البط تكون كوره عندك هي اشرح لنا اشرح لنا اللعبه ايوه تقتل اذا اي واحد تضرب كوره يطلع برا لحد تم اخر واحد واذا مسكها يحصل يعني لعبه اضافيه خاصة مثلا احمد انا ما ارتاح له اوريدي ما ارتاح له لو داخل اعترف بس ما شاء الله تشتغلون مع بعض ما نرتاح ما ارتاح له علشان يمزح افر الكرة بقوة عليه يعني زمان ذيك الايام يعني صح ما في حقد بس يعني ما الضحك هني بعد عندنا العاب الكيرم الكيرم لعباتنا المثل يقول يا ليت الزمان يعود يوما ما في انسان ما يحب الشيء التراثي القديم بالضبط لعبه السيكل اول لعبه العصا امي ليه تكمله لا هذه ها ليه تكمله يا ليت الزمان يعود يوما ايوه كمل كمل يلا كمل لا هنا لا كمل لا كمل يا ليت الزمان يعود خالتي محمد انت كملي للمثال يقول ليت يا ليت الزمان يعود بما شيء بعدي بس بما تشتهي السفن ما كل شيء ما تشتهي السفن ما كل شيء يعني هذا مثل وهذا مثل ليت الزمان يعود يوما فاخبره بما فعل المجيد وبعده ونفس اللي قاله هو نفس الحمد لله جبت مثل الحمد لله الله اكبر ومتى ينقال هالمثل هذا المثل لما يشوف شيء تراثي قديم لما يتذكر ايام اول مثل ما قال لعبه الباط اول زمان اول ما في حقد ما في كراهيه ما في نعم. السوشيال ميديا ماشي فيديوهات ما في انترنت الواحد مثلا اليوم صحيح. يقعد مع عائلته مع اسرته كل واحد على التليفون على الواي فاي مودر اهله مودر اصدقاء حتى كثره الحوادث من الموضوع ذا المشكله احنا نلوم الاخرين بس احنا نفسهم أيوة. انا اقول لك نحن نفسهم نحن خلاص هذه مثل ما تقول شيء نحن مثل ما تقولي اكثر شيء اللي في السوشيال ميديا او الفنانين دائما التواصل الاجتماعي ما يقدرون يودروا لكن هاي المشكله موجوده انزرعت كيف نخوزها صعبه يعني ان الواحد يتعود ان كل يوم في ذاك الزمان كان غير شوي شوي صار مثل الالعاب الحين صيد البطه ما حد يلعبها لنا سوى بلاي ستيشن وحدايق والعاب كله روح شيء يا شيء بديله يعني في بعد لعبه العنبر خالو تعرفيها لعبه العنبر كيف يمكن تلعبكم تختلف عن العاب ويمكن المسميات تختلف لعبة العنبر فيها شيء كانت بالتراب لان الكوره تكون بالعصا بعد ايوه مقبه يمكن لا ما المقبه المقبه هذا شيء ثاني ما شاء الله العنبر شيء ثاني العنبر كنا نلعبها بالتراب يعني نرجع البيت كنا طالعين من تحت الارض ومن تحت الارض كذا يعني يكون في حفر ونكفر الكره في الحفره تطلع على حفرته هو يلتنا يركض معانا احنا ندور يعني في المربع اللي احنا فيه لحد ما نترسل شو اسمه الدبه اذا انترست خلاص نقول عنبر انه هو واللعبة المقبة هذا شيء ثاني يا ما عيون راحت يا ما راس انكسر ايام سوداء نعم وبعد بما انكم تذكرتوا ايام قبل ايام الالعاب بعد ايام اول ما بديتوا تصومون تذكر هذيك الايام اول ما بديت تصوم ايامها ابراهيم حي جمعه كان يسوي لنا مكبوس الظهر طبعا كنا صغار في البيت صايمين وبرا عند ابراهيم ابراهيم اوجه له الف تحيه طبعا هو الطبيخ كان هذا الفضحت انت بالسم مره بالسم ايام اول كانت حلوه وغير يعني تو خلاص يعني حتى الصوم الحين تحسيه سريع ما لا في جوع لا في عطش لا في تعب حتى الناس بدا يتغير جدولهم يعني ما يعني اشوف انا بعض اللي موجود عندي انا شخصيا ما اقدر انام بالليل خلاص تعودت لين اذان الفجر خلاص انام لين الظهر بسبة التليفون والأشياء كثيرة يعني فعاليات مع الأخ عبد الرحمن ما تخلص ما شاء الله كل يوم يسحبني مكان أخوي عبد الرحمن يقولون أنك تقلد أصوات أو هو يقلد لا هو يقلد أحسن مني أنا أقلد بس هو يقلد أفضل مني أحسن ناخذ زين سووا مشهد مع بعض
ايوه حلو مشهد ما طيب ملاك هيا ردوا على بعض الله هي. مشكله طويل هل في احنا نبي منه دقيقه مختصر مثلا اي شيء مختصر انا اليوم جاي سيم هذا مال فواله لكن هذا برتقال تفاح كل شيء موجود انت ارباب ما يريد شيء بعد مني انا لا اليوم في صوم كيف هذا مو نصوم خلاص اذان مغرب ايوه زين تعال انا بعطرك بعطر ها ايوه تعال بعطيك العطر الاول ايوه وابي هذا العطر غاوي نعم وين قال بني عبد الرحمن ايش اسمه هذا عطر الفواله هذا لا هذا عطر انجله هذا انجله هي نعم والله ين هذا يبال حق استاذ شهامي يبال واحد استاذ هي نعم استاذ عواطف ماله هذه عواطف مشكله هذه عواطف زمع عواصف هذه يحتاج لها انجله ايوه انجله ايوه ما في فكر انت عبد الغفور انت مكار ليش تعرف ليش يعني العطر غيرك من عبد الغفور لين سعود درمكي هذا العطر ابوك يغير لي مخي نعم ايوه عيل تعال بعطيك بعطر ثاني ايوه من اعطيك الحين معي منكم معي ها كيف برنامج الفواله انت سويت شيء سحر لا قدر الله هذا طقعه من وش منيه؟ هذا من العطر اللي راح عطرتك اياه واي منك استاذ مهند يستاهل عطر مثل هذا عيل بعطيك عطر ثالث ايوه ما لها طيب يعني بسم الله الرحمن توني هنا انا في البيت كيف يتماكم ما شاء الله عليك هذا العطر سوابك كذي ايش اسمه هذا العطر اخويا هذا اسمه شامبي اخوي هذا اسمه شنقريلا شنقريلا ايوه واي هذا شايف فندق هذا ما عطر ما شاء الله عليكم حلو المشهد وحلو التغيير فجأة من شخصية لشخصية احنا نقول ما شاء الله عيننا عليك باردة وجلستكم حلوة بس احنا وصلنا لنهاية برنامج فوالة نورتونا في قسم التراث واكيد في استديو برنامج فوالة وسهام يعطيك العافية اليوم كنتي وحيدة حبيبتي اي والله وحيدة كان زين مروة معايا احنا نمسيها بالخير بعد اعتقد استاذة مروة لما سمعت اني انا جاي قالت بابا سلي ببره لان الموقف اللي صار معي انتشر المقطع في كل مكان أي؟ وكل الناس يقولوا عينك حار انا عيني بارده مسكين وحراني انت مسكين اي والله بس تمثيل خلاص الله يعطيك العافيه يا رب الله يعطيكم العافيه ضيوفنا احمد ابراهيم البوش ممثل عماني وعبد الرحمن السعدي ممثل ومتحدث جماهيري وخالاتي وما قصرتوا معنا وزميلتي عواطف كذلك ما شاء الله عليك ابدعتي في ركن التراث وصلنا للختام خلونا نودع مشاهدينا ان شاء الله مشاهدينا وصلنا للختام اتمنى ان شاء الله حلقه اليوم نالت رضاكم نشوفكم باكر ان شاء الله بنفس التوقيت مع السلامه